السلام عليكم جميعا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. يلا بقى انا هجهز الفطار بتاعي اللي انا بحب افطره جدا جدا، اللي هو البيض العيون، وهوريكم ازاي احنا بنعمله. زي بالظبط لما بنكون بنفطر مثلا في اوتيل، اللي هم اللي بيقلوا الصبح بقى البيض العيون ده، وازاي بيطلع طعمه كده، ويعني الطعامه دي كلها، لان احنا اساسا كنا بنقليه غلط بقى، لان في تريكات بتتعمل، يعني شوفوا ضاع العمر وضاع الوقت واحنا ايه بنقليه بطريقه غلط. يلا بقى نعمله. انا عندي هنا طاسه حاطه فيها حته زبده صغيره، ممكن بزيت اللي يعجبكم، وعندي بيضتين اهو. هعمل انا ايه بقى؟ انا سخنت سيحت اهي قطعه الزبده، ونحط كده البيض العيون على شكل عيون بالراحه بقى، عشان ما تتعملش مننا الصفار، ما يجيش على البياض كده. ادي واحده، واين الثانيه؟ اهي، والثانيه بالراحه كده اهو اهو. وبعدين هروح على جنب بقى كده، بصوا بقى الحتة دي كوباية فيها حوالي معلقتين مية، مش كوباية مية، خلي بالكوا، كوباية فيها معلقتين مية اهي كده، حطيت من الناحية دي من على الجنب كده بس. وبعدين هنعمل ايه تاني بقى؟ هغطيه، هبدأ اغطيه بس، خلاص كده. اول ما يبدأ البياض اهو بيشكل في السوا وحطيت المية، هقوم مغطيها بقى، اديله غطا كده. شكله عامل ازاي؟ جميل ازاي؟ وبصوا شكل البياض عامل ازاي، غير خالص الطريقه. يعني الميه دي، معلقتين الميه الكبار دول، هما السر مع الغطا، اللي يطلع بالظبط زي اللي بناكله في الهوتيل. انا حطيته اهو في طبق، وحطيت عليه طبعا ملح وفلفل وكل حاجه، وهروح بقى افطر، وتعالوا افطروا معايا. ويلا بقى كده ايه، انزل كمان بالقهوه بتاعتي المفضله الصبح. مين كمان بيحب الفطار ده يفطر كده؟ اللي بيحب كده يكتب لي تحت في التعليقات، يحب البيض دوت بالطريقة ديت. احب اعرف برضو متابعين القناة انتوا كمان بتحبوا ايه. واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي على خير، في احلى وصفة مع منى. مع السلامة.